اتفضلوا ارتاحوا. اسم الصليب فين بقيه الناس؟ ده اللي موجود قد ايه؟ ما يجيبش الربع. ايه اس تي دي؟ بس مش معايا انا. لو فعلا باخد غرامه من كل واحد بس على التاخير $5 كانت الناس. انا بعمل كده مع الشباب، يعني مفيش مؤتمر بلم فيه اقل من 1300 جنيه، ممكن الموضوع يبقى 1700 جنيه. بتكلم بجد. وبعدين الناس بتبقى لطيفه قوي بتدفع، يعني هم بيخافوا مني في مصر قوي اصلي. وبعدين لما بيدفعوا بقى بناخد الفلوس دي نديها بقى اما اخوه رب، يا اما نجهز نجدد حاجه في الرينيوفينج كده، حاجه في بيت الكنيسه، فيبقوا عارفين الفلوس رايحه فين، فبيبقوا مبسوطين. يعني مره بقول للولاد كده، بقول لهم انت بالذات، كان في ولد نومه صعب قوي دايما اجيبه بالبطانيه على الارض من السرير عشان اصحيه، ده غير لتر ميه على راسه. المهم فالولد قال لي يا ابونا عايز اقول لك حاجه، انت بتاخد على كل غرامه 10 جنيه صح؟ اللي هو بيجي في متاخر في الصلاه بيدفع 5، واللي بيجي ما يجي بعد الصلاه بيدفع 10. قلت له، قال لي 100 جنيه مقدم وسيبني انام. ما كنتش هو فاهم العيال ناصحه قوي. طيب احنا عشان اقول لكم بس الفقره الصباحيه بتاعتنا هتعدي ازاي، هنقسمها كالاتي. هناخد فقرة دراسية، الورق ده يتوزع لو سمحتوا، الورق ده يتوزع، واللي معاه الكمبيوتر لو سمحت يخش على العقائد يفتح حالي. أيوة أوكي. هات لي بقى أول واحدة، احنا أول صفحة دي آخر صفحة. مش عارف هي برضو، ايوه هي دي اوكي. لا دي كده ثالثا، فين اولا؟ انا عايز اولا تطلع لي هنا. لا دي ثالثا، هات لي اللي قبليها البريفيوس بيج. هم بيعرفوا عربي الورا دي ثالثا. انا عاوز اولا، فين اول حته؟ ايوه هناخد الأول. يعني عندنا فترة هنفهم يعني إيه الإيمان المسيحي، ويعني إيه إنسان مسيحي، ويعني إيه إنسان أرثوذكسي، لأن معظم الناس ما بتحبش العقيدة. فإحنا مش هناخد دراسة عقيدة في الناس الكلية الإكليريكية ونمتحن فيها، إحنا هناخد زي ما قلت لكم الهليكوبتر فيجن، يعني هنطلع فوق شوية ومنخش في الديتيلز، لأن العقيدة دي أبوابها كتير قوي. فإحنا عاوزين نعرف مثلا لو واحد دخل مكتبة العقيدة ايه اللي ممكن يلاقيه في مكتبه العقيده عشان نفهم ايماننا احنا مسيحيين. موسى اتربى في ارض مصر وهو عبراني، بس يقولوا كده في التقليد او في الكلام التاملي ان صدر امه كان صدر يديله لبن والصدر التاني يسلمه الايمان، وعشان كده بالرغم انه اتربى جوه ارض مصر طلع عبراني ابن عبراني، وغار قوي لما حصلت خناقه بين المصري والعبراني. احنا متربيين في بلد غريبه وظروفنا صعب قوي، واولادنا بتسيبنا وتروح تدرس كليات في جامعات بعيده عننا، وممكن ما نشوفهمش، وبتحصل تغيرات. ايه الايمان اللي لازم نسلمه؟ عشان قبل ما اسال ايه الايمان اللي لازم نسلمه، هو انا عارف ايه هو الايمان؟ الناس كلها تحب في المؤتمرات تسمع كلام روح، يعني تقول يا سلام الكلام بكتنا، يا سلام الكلام شجعنا، يا سلام الكلام فرحنا، لكن نيجي في الحته الدراسيه الناس ما بتحبش. لكن الديفولت عندنا في مصر لازم تاخد في كل مؤتمر حاجه دراسيه عقديه تفهم ايه هي كنيستك. اوكي، لما نيجي نتكلم على ايه هي العقيده وايه هي معناها، انا جايب لكم كده ورقه ممكن تكتب فيها وتمشي معايا، تعمل تكتب بالانجليزي تكتب بالعربي اتس اب تو يو، بس انت افهم اللي انا بقوله واشتغل معايا فيه. بقيه الورق لو سمحت بعد ما نزعه خلي الورق ورا لو سمحت، واي حد داخل تديه الورقه من ورا. ثانك يو. ايه هو العقيده وايه هي الايمان؟ احنا لازم نفهم زي ما بقول، لان عندنا مسؤوليه في الغرب اكتر من مصر، ان ممكن الناس مع الوقت تفقد احساسها بالهويه الارثوذكسيه والهويه الكنسيه.
هل احنا متعصبين؟ هل احنا مش متعصبين؟ هل احنا بقينا اولد فاشن؟ هل عارفين نسلم الايمان بحب لاولادنا ولا لا؟ هو ده الحته الدراسيه اللي هناخدها مع بعض. وبعدين هناخد السيشن الثاني على حاجه اسمها اسباب تلوث القلب النقي، ازاي بيتلوث. وبعدين السيشن الثالثه هتكون حاجه اسمها سجن وكرباج، هناخد السجن النهارده وبالليل هناخد الكرباج، هنفهم كل حاجه مع بعض. بس انتوا ماشيين معايا حته حته. يبقى احنا في سيشن دراسي it wouldn't take more than 40 minutes عشان نلتزم بالساعه الاولانيه اللي احنا بنخلصها في الساعه. بصوا بقى، الاول عاوز اسالكم يعني ايه كلمه عقيده؟ كلمة عقيدة يعني ايه؟ يعني ما يعتقده الانسان. وكلمة بليف معناها يصدق او يآمن او يثق. كلمة يصدق ويآمن ويثق بالانجليزية في كلمة واحدة هي ادق لفظ، لان انا اؤمن ومصدق وبعتقد. يبقى كلمة عقيدة معناها بليف، وبليف معناها ايمان ثقة. معايا؟ ايمان وثقة. انا مصدق ان ده الايمان، مصدق ان ربنا موجود. انت عقيدتك ايه؟ انا ملحد انكر وجود الاله. انت عقيدتك ايه؟ انا اؤمن ان هناك اله وهناك خالق. يبقى ما يؤمن الانسان وما يعتقد الانسان وما يصدق الانسان هي دي كلمه عقيده. طيب ليه العقيده مهمه؟ بالرغم الناس ما بتحبش تدرس عقيده، الديفولت بتاع الناس ما تحبش تدرس عقيده، لكن ليه العقيده مهمه؟ العقيده الصح بتخلي العبادة صح. يعني احنا نؤمن بأن الله مثلث الأقانيم. فمرة في قداس بسيلي بنكلم الآب، وفي القداس الغرغوري نكلم الابن، وفي صلاة الساعة الثالثة اللي احنا لسه مصليينها بنكلم مين؟ إذن العبادة مرتبطة بما يؤمن بالإنسان. تمام. يبقى العبادة والروحانية أساسها عقيدة سليمة. لو أنا شهود يهوى ولا أؤمن أن المسيح هو الله بل هو ابن مقدم عن بقية الخليقة، إيمان شهود يهوى كده، مش داخل في تفاصيل شهود يهوى، أنا بقول لكم بس حاجة صغيرة كده، لن أقدم العبادة للمسيح، لكن العبادة هتكون لمين؟ ليهوى ويهوى فقط وهو الله. طب المسيح إيه؟ ده آدم الثاني، حاجة كويسة، نموذج بيقدم ليه الإكرام، لكن عبادة لا. لما أنا أؤمن ان الست العذراء مريم، لما انا اؤمن بالشفاعه فالاقي في القداس بتاعي والليتروجيه بتاعتي لما اجي اصلي اجبيه دايما في قطعه للست العذراء مريم، لما بصلي القداس بقول بشفاعه والده الاله، لما بصلي الاجبيه بقول السلام لك، ده غير القطعه اللي في الاجبيه الثالثه دايما الكلام عشان انا اؤمن واعتقد ان الست العذراء مالت هو من الان جميع الايام الاجيال تطوبني، لها مكانه خاصه في الكنيسه، التقليد والعقيده سلمتني كده. يبقى العقيده السليمه والايمان السليم يقود الى عباده سليمه. اللي انت بتؤمن بيه هو اللي انت بتصلي له، صح؟ تاني سبب من اسباب دراسه العقيده حاجه اسمها اللاهوت الدفاعي. يعني لما اريوس قام وقف أثناسيوس يدافع عن الإيمان المسيحي، أساسك أي أثناسيوس إيه؟ عقيدة سليمة من الكتاب المقدس. ويرد على الآية بآية، لو ما كانش أثناسيوس دارس كنا بقينا كلنا أريوسين وأنكرنا لاهوت المسيح. فدراسة العقيدة بتخليك تعرف تدافع عن إيمانك. لما واحد يجي يقول لي جبت الاعتراف منين يا أبونا؟ سوري يعني ما انت راجل خاطي وانا راجل خاطي، احنا بنعترف على ايد ابونا ليه؟ اقول له افتح معايا متى 18 اعمال 19 20 ومزيتهم كده 18 19 20 18 19 20 هتلاقي في متى 18 المسيح بيقول لبطرس كل اللي تحلوه على الارض يكون محلول في السماء، وفي يوحنا 20 المسيح بيقول كده انا اديتكم سلطان اللي تحلوه على الارض يكون محلول في السماء، من غفرتم لهم غفرتم من امسكتم لهم مسكت. طب وفي اعمال 19 كانوا ياتون مقرين باعمالهم، يعني قبل ما يتعمدوا كان لازم يقروا بخطاياهم ما قبل المعموديه. فالاعتراف مثبوت في الكتاب المقدس، الاعتراف مثبوت في تقليد الكنيسه. فانا عندي دفاع عن ايماني، عشان دلوقتي في موضه بتقول لك على فكره الكنيسه دي كلها شغل بشر، ده ناس زي حطت اصوام وناس شالت اصوام والايمان مش كده والايمان. استنى اهدى كده اهدى كده، الصوم موجود في الكتاب المقدس، والمسيح قال لما يرفع العريس حينئذ يصومون، وادى الكنيسه الحق وادى شكل الصيام انك ما تكونش صيام مرائي، وقال في اشعياء 58 ان الصوم بيقول لك كده انك تجيب خبزك وتقسمه مع المحتاج ولا تجعل مصره
مش تعمل كيكة صيامي. يبقى المسيح حدد شكل الصوم ونوع الصوم وساب للكنيسة تحدد مواعيد الصوم. أنا مش هتدخل في التفاصيل، لكن الصوم عقيدة في الكنيسة مبنية على كتاب مقدس، فأنا بعرف أدافع عن إيماني. لو أنا مش دارس عقيدة أقول لك بص يمكن يكون معك وجهة نظر حق، ويمكن فعلا يكون أنت الصح، أنا مش عارف يعني هم عملوا كده فعلا ليه. ما أنت بقى إيه، واللي ما يقولش يقول إيه عدس، اللي ما عرفش في مثل في مصر يقول لك ما عرفش يقول لك أي حاجة، تاكل إيه عدس، ده اللي يعرفه، مش عارف يجاوب. العقيدة مهمة قوي، لأن بتعلمني حاجة اسمها الوعي والتمييز، لأن بقت في موضة دلوقتي إحنا كلنا واحد في المسيح. أنت بتحب يسوع بالطريقة اللي أنت عاوزها، وأنا بحب يسوع بالطريقة الواحدة، لكن يسوع واحد، ويسوع ما يحبش الانقسام. تعالوا عندنا ونيجي عندكم، يعني جمنا على أسر كده الحقيقة لا، بيننا وبينكم هوة عظيمة. أنا مسيحي علمني إن جسده مأكل حق ومشرب حق، إن مسيحي علمني، إن مسيحي علمني، إن مسيحي علمني. فإحنا مش واحد، إحنا مختلفين، نحب بعض ما نكرهش بعض، ما نعايرش بعض، ما نشتمش بعض، لأن ده بره الإطار المسيحي. أنا مطالب أحب أي إنسان يختلف معايا في العقيدة ويختلف معايا في المبدأ، عشان ما نشخصنش الإيمان. لكن عندما تقول لي بقى احنا ايمان واحد وسمنا على عسل بالزبده بالمربى بالجبنه البيضة، لا ده انت كده لخبطت الدنيا كلها. لا، في فرق بين المحبه والوحدانيه، لان الوحدانيه في الايمان تتطلب الوحدانيه في الكنيسه تتطلب وحدانيه في الايمان. فحكايه موضه احنا كلنا واحد وكبر دماغك all in one all for one وكلام بقى لذيذ قوي، هنعمل مؤتمر اسمه all for one and we are all one تحكوا على عقول ناس مش عارفة، لكن اللي عارف لا هيميز، يقول التون ده مش بتاعي، اللكنة دي مش بتاعتي. فين القداس؟ فين القداس؟ القداس بالنسبة لنا سر حياة. فين التناول؟ فين أبونا؟ أنا محتاج يحللني، أنا تعبان نفسيا وغلطت في مراتي امبارح ولازم حد يقرأ لي التحليل عشان أتناول، مش هكابر. يبقى العقيدة مهمة. قلنا تعريف العقيدة، انتوا ماشيين معايا ولا مش ماشيين معايا لغاية دلوقتي؟ ماشيين. متضايقين الموضوع دراسي؟ ريجاردلس متضايقين ولا مش متضايقين هتاخدوه، يعني حتى لو انتوا رفعتوا ايديكم يا ابونا غير الموضوع، انت فاكرين هغيره؟ امام الله هكمله، بس انا بامتحنكم عشان تقولوا بس كلمة واحدة حافظ اللي تشوفوا يا ابونا، بس انتوا وين عليكم ايه؟ تخلونا نشوفوا الوش بتاع مصر، لازم تخافوا شوية. اوكي anyway، تعالوا نخش في الموضوع اللي بتاعته. مصادر العقيده ايه؟ احنا جبنا عقيدتنا دي منين؟ ايه سهل قوي بتاعت كي جي 1، ارفع ايدك وجاوب على طول اللي عاوز يكتب. ها 1 الايه؟ اول حاجه الكتاب المقدس. اول حاجه الكتاب المقدس. يعني ايه الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس فيه مصدر كل العقائد بتاعتنا. احنا ما بنجيبش حاجه من دماغنا ولا بنجيب اي حاجه وإلى آخره. إيه تاني؟ أنت قلتيها برضو. ها هنقول حاجة اسمها التقليد الرسولي الأول. يعني بص يا جماعة، لا يوجد في الكتاب المقدس غير إشارة في العهد القديم إن الست العذراء مريم احتفظت ببتوليتها، مش كده؟ إشارة. لكن ما نقدرش نعتبر إن الكتاب المقدس كافي. لكن عندنا تقليد بيقول لنا إن الست العذراء قعدت مع يوحنا، لأن الكلمة أخواته بالجسد اللي مكتوبة في أحد الأناجيل مش أخواته من الست العذراء مريم، ممكن في تفسير بيقول أخواته من يوسف، لأن يوسف كان شيخ وله زيجة سابقة، أو ولاد عم أو ولاد خالة، لأن الشام عندهم ولاد العم ولاد الخالة ممكن تعلم أخ بالفخز، ليهم تعبير كده يقولك ده أخويا من الفخز، يعني مش أخويا من بطن أمي لكن أخويا ولاد عم. فده تفسير وده تفسير، لكن إحنا عندنا دليل بيقول إن الست العذراء شهادة الرسل كلهم في الجيل الرسول الأول أن لم يكن للمسيح أخا بالجسد. يبقى في عندي تقليد مسلم. ايه هو التقليد؟ هو الايمان اللي ما كتبش في الانجيل، ولكنه ايمان شفاهي اتسلم للكنيسه. ففي حاجات يعني في حاجات وضحتها التقليد، يعني المعموديه من امن واعتقد خلص، لكن ما حدش قال المعموديه كانت بتتم ازاي. ترجع للتقليد الرسولي يقول لك لازم تكون ميه جاريه في نهر نقي مش ملوث، يعني مش ميه مطينه، ولازم الاسقف يحط ايده عشان يحل الروح القدس، والكاهن ما كانش يقدر يمنح الروح القدس،
كان يعمد بس لغاية لما اتعمل بعد كده سر الميرون. وبعدين كانوا يجيبوا المتعمد ويدوله لبن وعسل، لازم ياخد حلمة لبن وعسل، ياخد معلقة لبن ومعلقة عسل. ليه؟ لأن كانت الأرض الذي وعد بها موسى الله تفيض لبنا وعسلا، فأنت مدام اتعمدت أنت داخل الأبدية. فلما ترجع تقرأ الرسل كانوا بيعملوا إيه والتقليد كان ماشي إزاي، يبقى ده مصدر تاني من مصادر العقيدة. يبقى أول مصدر كان اسمه كتاب المقدس، تاني مصدر اللي عاوز يكتب التقليد الرسولي والتقليد الكنسي. ثالث مصدر من مصادر العقيدة في الكنيسة عندنا حاجة اسمها المجامع المسكونية. ايه بقى المجامع المسكونية؟ عن الكنيسة تعترف بثلاث مجامع بنقولهم في القداس: نيقيا، قسطنطينية، افسس. 318 مقتنية في نيقيا وال150 قسطنطينية ومتين افسس. ايه بقى المجامع المسكونية؟ المجامع المسكونية لم تضف ايمانا بل قننت الإيمان. يعني إيه قننت الإيمان؟ يعني حطت قانون الإيمان، جمعت العقائد وحطتها. في واحد اسمه أريوس كان عدو لاهوت المسيح، في واحد اسمه مقدونيوس كان عدو الروح القدس، فضفنا على قانون الإيمان نعم نؤمن بالروح القدس. واحد تاني لا نسطور ما جبناه سيرته في المجامع المسكونية غير ان احنا حرمنا تعاليمه. لا الحتة بتاعت نعظمك يا أم النور الحقيقي كان اسمه اللي أنكر نسطور. نسطور هو اللي أنكر ان الست العذراء اسمها والدة الإله، الأم يسوع، لأن يسوع اتولد كإنسان وبعدين اللاهوت اتحد بيه، دخل في بدعة كده. فالكنيسة راح تردت على نسطور وقالت نعظمك يا أم النور الحقيقي. فعندنا المجامع المسكونية قننت الإيمان، شافت المشاكل الإيمانية اللي بتتعرض عليها الكنيسة وقننت الإيمان. وعشان كده تلاقي ان معظم العقائد المسيحية الأساسية موجودة فين؟ جوه قانون الإيمان. قلنا كم مصدر دلوقتي؟ واحد إنجيل، اتنين تلاتة أربعة الليتروجيات. يعني إيه الليتروجيات؟ يعني الأداديس اللي كتبت في أوائل المسيحية وكان يصب فيها كل الإيمان المسيح. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل والموت الذي دخل العالم، ابنك الوحيد عمل في إيه؟ فدتني ورجعتني، أنا كنت علي قضية الموت وانت أنقذتني من قضية الموت. يبقى هتلاقي جوه الليتروجية الصلاة عقيدة والعقيدة صلاة. عندنا أربع مصادر للعقيدة في الكنيسة: واحد كتاب مقدس، اثنين تقليد الشفاهي، ثلاثة المجامع المسكونية، أربعة الليتروجيات. طيب هو العقيدة بقى دي واسعة قوي، نجيبها منين ونلمها ازاي؟ ده كتب العقيدة لو اتحطت في القاعة دي ما تكفيش القاعة دي. يعني لو عايز ادرس عقيدة اعمل ايه؟ اقول لك استنى بقى، انا هقسمها لك في دماغك لمجموعة والتانية والتالتة. هقسم لك العقيدة بتاعتنا لثلاث مجاميع أساسية، كل مجموعة تحط رجلك فيها هتفهمك بعد في العقيدة المسيحية. هنقسمهم لثلاث مجاميع. لو سمحتي ادخلي على الصفحة الثانية اللي معها. أوكي، يمكن تقسيم العقائد إذا ثلاث مجموعات. أول حاجة اكتب بقى اللي عاوز يكتب، أول مجموعة من العقائد اسمها العقائد المسيحية الأساسية، تاني حاجة العقائد المسيحية اللازمة للخلاص، رابع حاجة العقائد المسيحية الهوية الأرثوذكسية. الهوية الأرثوذكسية يعني هناخدهم مجموعة مجموعة. أول مجموعة اسمها إيه؟ العقائد المسيحية، هقولهم أهو وهيتعادوا كتير. أول مجموعة اسمها العقائد المسيحية الأساسية، العقائد المسيحية الأساسية، العقائد المسيحية الأساسية، ودي التي يشترك فيها كل الطوائف المسيحية. يبقى عندنا أول مجموعة من العقيدة اسمها العقائد المسيحية الأساسية، ودولة خمسة. معرفش بقى ما جابوش إقلام، انتوا تجيبوا إقلام دي مش تاني. العقائد المسيحية الأساسية ودول خمس عقائد، حد يعرفهم ارفع ايدك يا ابت يا ارثوذكس يا مسيحي، لو ما قلتهمش هزعل منك جدا. اللي ما هيقولهمش مش هاخد لانش ولا دينر ولا اي حاجه في اوضه الفيران جوه، لان لو انتم ما تعرفوش العقائد المسيحيه الاساسيه جايين ليه؟ جايين ليه مسيحيين؟
اديني يا ابني حبات الضغط. تاني 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 تاني. العقائد مسحله اساسيه. ها اثرت كده. ايوه افتي. الله الله الله. يلا حبايبي يلا حبايبي يلا. ها اتفضل. ها وايه تاني؟ برافو عليك. بصوا يا جماعه، العقائد المسيحيه الاساسيه والتي يشترك فيها جميع المسيحيين كلها موجوده في قانون الايمان. اول عقيده هي عقيده التجسد اللي عاوز يكتب، وتاني عقيده اسمها الفداء، لان التجسد كان من اجل فداء جنس البشر. والعقيدة الثالثة، مين اللي تجسد وفدانا؟ لاهوت المسيح، إثبات لاهوت المسيح، أن المسيح والله الكلمة المتجسد. يبقى العقيدة الثالثة هي لاهوت المسيح. اللي ضدها ومين اللي قال ضده؟ لا كتب بقى، نسطور والرد عليه، أريوس والرد عليه، مش عارف مين وأطاخي والرد عليه. يبقى بنتكلم على العقيدة. طب جوه عقيدة لاهوت المسيح بقى في حاجة اسمها طبيعة المسيح كريستولوجي، بس مش هدي شغلتنا. احفظ الثلاثة. نمرة واحد التجسد، اتنين تلاتة. على فكرة كل عقيدة من دولة بتدرس اللي مقاوميها والردود عليها وإثباتها، يعني الموضوع كبير، بس أنا أقول لك بس العنوان. مش مطلوب منك إن أنت تطلع لاهوتي، لكن المفروض تفهم عقيدتك إن في خمس عقائد أساسية يؤمن بها كل المسيحيين: الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس. لو واحد من التلاتة دولة أو أي حد اختل بخمسة او واحدة من العقائد الخمسة دول يطلق عليه انه غير مسيحي، وعشان كده الكنيسة تقول ان شهود يهوى وان كانوا ماشيين بالانجيل مش مسيحيين، لانه بينكروا العقائد الخمسة دول. الادفنتست السبتيين مش مسيحيين لانهم ينكروا العقائد المسيحية الاساسية. فهمتوا؟ احنا قلنا كم عقيدة في الخمسة؟ واحد التجسد، اتنين تلاتة اربعة الثالوث الاقدس. ازاي نشرح عقيدة الثالوث؟ ازاي ندافع عن عقيدة الثالوث ضد المشكين في الثالوث؟ لان عندنا نؤمن ان في حاجة اسمها الله واحد مثلث الاقانيم. الله الواحد مثلث الاقانيم. اقنوم الاب مش اقنوم الابن، اقنوم الابن مش اقنوم الروح القدس، الاب مش الروح القدس، لكن هم التلاتة اله واحد. مش بشرحها دلوقتي، انا بقول لكم يعني ايه هي عقيده الثالوث. اخر عقيده في الخمسه اسمها عقيده الحياه المقامه. نحن نؤمن بخلود الروح الانسانيه، ونؤمن بالدينونه، ونؤمن بمجازات الانسان، ففي حياه وفي قيامه، لان في ناس انكرت القيامه زي شهود يهوه. قال لك ان مفيش دينونه للاشرار، اللي هيقوموا بس هم بتوع شهود يهوه يورثوا الملكوت الارضي ثم الملكوت السماوي. اما الاشرار زيهم زي الحيوانات، هتموت الروح بتاعته وتنتهي حياته زي واحد عنده كلب ومات. فطبعا ده عقيده غير عقيدتنا خالص. احنا عندنا الاشرار هيجازوا والابرار هيكللوا. ماشي؟ يبقى ما هي الخمسه عقائد المسيحية الأساسية؟ واحد التجسد، اتنين تلاتة أربعة. انتوا فطرانين ولا مش فطرانين؟ يعني تقلتوا ونمتوا؟ في حاجة مش عاجبني، يعني أنا متعود على نشاط وصوت أعلى من كده. انتوا فطرتوا فول؟ فول ايه؟ أنا ما شفتش فول تحت. ما علي. طيب نعدهم من الأول. أول عقيدة التجسد، تاني عقيدة الفداء، ثالث عقيدة لاهوت المسيح، أربعة الثالوث الأقدس، خمسة الحياة المقامة والدينونة، يعني هناك قيام الأموات. لو تاخدوا بالكم العقائد الخمسة دول موجودين في قانون الإيمان ولا لا؟ أولا نؤمن بالثالوث، لأن في الأول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب. نعم نؤمن بابن الوحيد، نعم نؤمن بالروح القدس، يبقى دي الثالوث ودي الإله. ونؤمن وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. نؤمن بالفداء، تجسد من مريم العذراء. طب والفداء؟ مات وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. يبقى العقائد المسيحيه الخمسه كلها ريتن، كلها اتكتبت وكلها وثقت وكلها قننت في قانون الايمان المسيحي. يبقى عرفنا ايه تعريف عقيده، ايه مصادر العقيده، ايه انواع العقيده. يبقى اول نوع في العقائد المسيحيه اسمها العقائد المسيحيه الأساسية، ويؤمن بيها البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس.
والأرثوذكس في العالم كله. أوكي. طيب هو معنى كده إن إحنا واحد؟ لا الحقيقة هنبتدي بقى في اللي جاي نشوف بقى إيه لغاية المجامع المسكونية الثلاثة كنا كلنا متفقين على دي، ما كانش فيه بروسانت ولا كاثوليك ولا أرثوذكس. إيه اللي حصل بعد كده؟ لو سمحتي الصفحة اللي بعديها، البيج اللي بعديها، المجموعة الثانية. نحن نؤمن أن هناك مجموعة من العقائد لازمة للخلاص، لازمة للخلاص، من غيرها وطبقا للي قاله ربنا no salvation for anyone. يبقى احنا عندنا الجروب second group. انا حاسس انك انت ما بتعرفش عربي كويس، فانا I'll do my best to mix يعني، بس انا خايف اتكلم بالانجليزي الباقي ملخبط يعني، فانا مش عارف. المهم بصوا تاني، احنا عندنا الجروب التاني او المجموعة التانية اسمها العقائد المسيحية اللازمة للخلاص. طول ما احنا أرثوذكس وطول ما احنا عايشين عندنا ايمان هنسلمه عشان انا اخش السماء. الكتاب المقدس قال ايه؟ قال من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. يبقى اول عقيدة لازمة للخلاص هي المعمودية. اقولها لكم من الاخر، اربع اسرار، اربع اسرار. ما انا قلت هنا لازم خلاص ليه؟ لا ما احنا الايمان متفقين، ما احنا والبروستانت والكاثوليك نؤمن بايمان واحد. انا بتكلم بقى هنا على الخلاص. البروستانت ما عندهمش معموديه، عندهم معموديه الايمان، تمشي معانا ما تمشيش معانا. عندنا معموديه ان اي مؤمن يعمد اي مؤمن. عندهم حاجه اسمها الباك يارد بابتيزم، يعني يعملوا حفله كده والاب يعمد ولاده ويشوا لحمه وياكلوا ويهيصوا. احنا نعمد عيالنا؟ لا، عندنا سر لازم يتمموا. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه من الاخر عشان اسهلها لكم، احنا حاطين 6 بوينتس مش كده؟ ال 6 بوينتس دول اول حاجه منهم اول اربع اسرار في الكنيسه، اللي هم نمره واحد، اتنين المسحة المقدسة اللي هي سكن الروح القدس الذي يبكت على خطية وعلى بر. يعني الروح القدس شغال معايا، من غيره ما عرفش اخش السماء. دي نعمة ربنا ان يسكن جوايا. يبقى نمرة واحد، نمرة اتنين مسحة الميرون او حلول او سكن الروح القدس، تلاتة التوبة والاعتراف. إلا تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون. اللي مش هيتوب مش هيخش السماء. يعني مش عشان متعمد تبلطج، مش عشان تعمد تزني، لا، انت هتخش السماء لو انت متعمد وممسوح بالروح القدس وتايب. بس عندنا البرسانت عندهم توبة وعندهم مؤتمرات اسمها مؤتمرات خلاصية، تكمل من اول مؤتمر على توبوا وارجعوا وإلى اخره. احنا عندنا التوبة مرتبط بسر من اسرار الكنيسة اسمه سر الاعتراف. وقلت لكم ثلاث آيات موجودة في متى 18 وأعمال 19 ويوحنا 20 بتتكلم على سلطان الحل والربط في الكنيسة. يبقى احنا قلنا كم سر دلوقتي؟ طب السر الرابع بقى باي ديفولت كده لازم يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من، لأن المسيح قالها في يوحنا 6، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي أنا أقيمه في اليوم الأخير. الله، ده في بقى، ده أنت تجيب كده التلت الأخير من يوحنا 6، ده التلت الأفخارستية. مأكل، عارفين يعني مأكل حق؟ يعني بحقه حقيقي، يعني مش رمز، يعني مش ذكرى. فأنا لو ما تناولتش في خطر على أبدي. عشان كده في الضمير القبطي لما يقول لك واحد عيان قوي لك لحقت ناول، لحقت ناول، جابوا له ابونا، ابونا ناول، يقول لك يا ده دخل في غيبوبه قبل ما يتناول. يا كنا بس اطمننا عليه وتناول. طب ما ينفعش يمسه بقه بس بالدم، عندنا في ضميرنا عارفين تمام ارتباط دم المسيح بخلاصي. بس بقى مش قاعد اقول لكم ادخل تحت غطاء الدم ودم المسيح يحررك، دم المسيح يديلك، لا، انا بقول لك ده المسيح اداك دمه الحقيقي على المذبح. يبقى في الست نقط في العقائد اللازمة للخلاص هنقول ست نقط: واحد معمودية، اتنين مسحة مقدسة او سكن الروح القدس او الميرون، تلاتة التوبة، اربعة خمسة وستة النعمة والجهاد. دي في ستة،
لا ثاني، خمسة النعمة والجهاد، ستة الإيمان والأعمال، ولازم أشرحهم لكم. بصوا يا جماعة، البروتستانت لما دخلوا مصر غلطوا غلطة وقعتنا في غلطة. الغلطة ان هم فضلوا يوعزوا انك انت خليقة جديدة في المسيح ولك حرية مجد ابناء الله، وعلشان كده بالنعمة انتم مخلصون. امن فتخلص انت واهل بيتك، ركزوا على كلمة امن فتخلص انت واهل بيتك، وركزوا على بالنعمة انتم مخلصون. وفضل كل الكلام عن النعمة وكلم كل كلام عن الايمان. فاحنا واحنا بغلطة، عارفين اللي بيشد الحبل فالتاني شد in the opposite direction with extremely extreme، يعني extreme جاب extreme. فاحنا بقينا نوعد عن الايه؟ الجهاد الروحي والاعمال، الجهاد الروحي والاعمال. والحقيقة لو احنا قلنا الجهاد والاعمال من غير النعمة، انا انكرت الكتاب المقدس. المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. ده انا لما باجي بقول وعظة بيكون جنبي كاهن بقول له صلي لي يا ابونا ربنا يديني نعمة في اللي هقوله، لان انا عارف ان من غير نعمة الله انا فاضي وعريان، ونعمة ربنا اللي سنداني، ونعمة ربنا اللي ستراني، ونعمة ربنا اللي بتضلل عليا وعلى ضعفاتي قدامكم، فأنا مسنود على نعمة ربنا. طب أبلطع بقى في السرير وأقول بالنعمة أنتم مخلصون؟ نقول لا، جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، حتى الآن لم تقاوموا حتى الدم ضد الخطية. الجاهد أحد لا يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس حمل التعليمين، فليه أنا أضرب نغمة واحدة؟ ليه أنا أتكلم على الأعمال وأتجاهل الإيمان؟ ليه أتكلم على الجهاد الروحي وتجاهل النعمة؟ من غير نعمة محدش هيخش السماء، ومن غير جهاد محدش هيخش السماء، من غير إيمان محدش هيخش السماء، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ولكن الإيمان العامل من المحبة، لأن يعقوب قال كده إن كان لي إيمان وليس لي أعمال. طب ما الشياطين أيضا تؤمن وتقشعر، ما الشيطان من ناحية الإيمان النظري زي نو ذير إز جاد، ما هم كانوا في حرب معاه. الشيطان أكتر واحد عارف ربنا موجود. الإيمان إنك تثبت لي الثالوث وتثبت لي، لا، فين عملك؟ وأنا أريك بأعمالي إيماني. فإحنا لازم نعلم تعليما أرثوذكسيا بأن الإيمان والأعمال ضفيرة كهرباء واحدة، وأن الجهاد مع النعمة ضفيرة كهرباء واحدة. تاني عشان ما تتهوش مني، أنا بخش بس في هنس كده، بس أنا عايز أفكوا تفهموا يعني إيماننا الأرثوذكسي. إحنا قلنا نمرة واحد في خمس عقائد مسيحية أساسية. إيه هم الخمس عقائد المسيحية الأساسية عشان نجوم متأخر؟ واحد التجسد، اتنين الفداء، تلاتة لاهوت المسيح، أربعة الثالوث الأقدس، خمسة الحياة المقامة. قلنا في مجموعة عقائد مسيحية لازمة للخلاص، نط عشان إحنا أرثوذكسي، لكن just because the Bible said so، مش إحنا اللي قلنا، الكتاب المقدس المسيح هو اللي قال كده، مش إحنا اللي قلنا، إحنا ما اخترعناش حاجة. العقائد اللازمة للخلاص هي إيه؟ واحد المعمودية، اتنين المسحة المقدسة، تلاتة التوبة، ولا أربعة التناول، خمسة النعمة مع الجهاد أو الجهاد مع النعمة، لأن نعمة الله سابقة طبعا، وبعدين الإيمان مع الأعمال. فالكنيسة لابد أن تعلم تعليما متزنا، أتكلم على الجهاد بس أتكلم على نعمة ربنا اللي من غيرها ما حدش هيخش السماء، وأتكلم على الإيمان بس الإيمان العامل، فمرة أتكلم عن الأعمال ومرة أتكلم على الإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ونفس الكتاب المقدس قال سيجازي كل واحد بحسب، يبقى فين بقى الاثنين صح؟ يبقى دي اسمها العقائد المسيحية اللازمة للخلاص. غيرنا بقى ملوش دعوة بيها، ينكر الجهاد البشري أو ينكر الأعمال، هو حر، it's up to him. لكن as long as we are Christians and as long as we are Orthodox، احنا we do believe ان في عقائد for salvation. الست نقط اللي احنا قلناهم دول، is it clear ولا الكلام صعب ولا سهل؟ انا شايفكم الاني مبلمين، في تبليمة مع نومة مع زهق، اجيب مية رش؟ لا لا استنى بقى، انا كده مش في اللي تشوف ابونا كويسين.
أسمع في الآخر، أسمع في الآخر. طيب هنيجي المجموعة التالتة. إيه بقى المجموعة التالتة؟ دي مجموعة اسمها الهوية، يعني بتعبر عن هويتنا، يعني طول ما إحنا أقباط أرثوذكس This is our shape، إحنا كده وده إيماننا. زي إيه؟ في حاجات ما اقدرش اقول انها لازمه للخلاص، لكن as long as we are Copts and we are Orthodox this is our church take it or leave it. احنا مش هنخش في مساومات، احنا هنخش في ايمان واضح. ايه بقى المجموعه الثالثه دي؟ دي مجموعه خلافات ممكن تكون بيننا وبين حد تاني. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال الشفاعه. الشفاعة طول ما احنا اقباط ارثوذكس نؤمن بالشفاعة ولا لا؟ وبنقول هيتني برزبية، هيتني برزبية يعني ايه؟ بشفاعة، مش كده؟ وبشفاعة والدة الاله، بنحب القديسين. يبقى احنا عندنا طول ما احنا ارثوذكس ايه؟ عندنا شفاعة. فاكتبوا مثلا واحد الشفاعة. بس ما لو جالي واحد قال لي يا ابونا انا عمري ما كان لي شفيع في الارثوذكس يبقى هموت وهروح النار ولا لا؟ اقول لا يا حبيبي، يعني اقرا سير القديسين، ولما ربنا يرشدك لواحد تحبه كده ابقى خليه صاحبك في صلواتك يعني، وتصلوا سوا مع بعض. لكن ما اقدرش اقول لازمه للخلاص، فهي واخدينك. لكن طول ما احنا ارثوذكس ما بقللش من قيمتها، لان لو انت قلت لي انا ما بؤمنش في الشفاعه اقول لك انت مش ارثوذكسي. فاهمين الفكره؟ لكن زي حاجه تاني مثلا الاصوام. طول ما احنا كنيسة ارثوذكسية عندنا اصوام، عندنا اصوام ونحترم اصوامنا جدا. ولو واحد متجاسر ومصايم وخاصة الصوم الكبير ممكن الكنيسة تقول له ما تناولش قبل ما ترجع لأب اعترافك، لان ما يصحش ما تصومش، لان الاباء الرسل 40 قالوا كده، اللي ما يصومش الأربعين يوم اللي صامهم المسيح يقطع، او مش يقطع يفرز يعني، يبعد بره الجماعة لغاية لما نشوف له حكايته ايه. فعندنا اصوام، لكن هيبقى في خلافات بيننا وبين بعض الاخرين. يعني 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 ممكن ادي لك حل انك تصوم نص الصوم، ممكن ادي لك حل انك ما تصومش انقطاع غير ساعتين، ممكن ادي لك تدرج انك اول اسبوع تصوم لغايه الساعه 12، ثاني اسبوع لغايه الساعه 1، ثالث اسبوع في مرونه شويه. حاجه ثالثه الصلوات والطقوس. الطقوس، الطقوس طول ما انا ارثوذكسي قداسي هو قداسي، اللي بصليه في مصر هو اللي هصليه بكره معاكم في امريكا. القداس هو القداس. يعني جت فترة كده بعض الآباء الكهنة دعبسوا في التراث الحبشي وقال لك قداس الأثيوبي، قداس يعقوب الإنطاكي، قداس مش عارف مين، فجه المجمع المقدس. لا، احنا عندنا قداسات معتمدة، مش كل واحد هيدور يطلع له قداس بقى يصلي بمزاجه ونلخبط الشعب. احنا عندنا ثلاث قداسات معتمدة، يصلي باسيلي، يصلي غرغوري، يصلي كورولوسي. لكن مش معنى كده ان لو السريان بيصلي قداس تاني نقول لا هما مش زينا. لا، دي دي ده مستوى بيمثل فكر كنيستي وشكل كنيستي وعباده كنيستي وطقس كنيستي انا متمسك بيه طول ما انا ارثوذكسي. لكن لو رحت كنيسه السريان هتناول عندهم، لان ايماننا واحد في الخمس عقائد وفي الاسرار المجموعه الثانيه، لكن مختلفين في الطقس. مش فاهم سرياني الحقيقه وهما بيصلوا سرياني، لكن اؤمن ان الكاهن ده كاهن قانوني، واؤمن ايضا ان القداس ده هيحول الجسد، هيحول الخبز والخمر الى ايه؟ اقفله خالص لو سمحت. تاني، يبقى من المجموعه دي احنا قلنا حاجتين لغايه دلوقتي، واحد ايه؟ الشفاعه. اتنين الاصوام. تالت حاجه الطقوس وشكل العباده. الطقوس وشكل العباده في اختلافات ممكن تكون موجوده بيننا وبين الاخرين، بس اتس نوت ا بيج ايشو. مثلا حاجه تاني ال البتولية. البتولية ده من الاختلافات اللي بيننا، احنا نؤمن ونكرم البتولية والرهبنة عندنا من نسيج الكنيسة القبطية، بس ما اقدرش اقول انك انت لو مش راهب مش هتخش السماء. من الاختلافات اللي بيننا وبين الطوائف الاخرى الزيجة. الكنيسة الارثوذكسية لا تعترف بالزواج المدني، ولو اتنين اتجوزوا مدنيا دون سر كنسي الكنيسة ما تناولهمش لغاية لما يتزوجوا زواج كنسي. ده اختلاف بيننا وبين الناس التانية. في ناس يقولك هتجوز مدني هطلق مدني، انت حر بس انت بره الكنيسة كده، انت اخترت طريق برانا، احنا مش هنقدر نوافقك الجواز. قلنا كام حاجة لغاية دلوقتي؟ عدوا معايا، واحد الشفاعة، اتنين اصوام، تلاتة
الصلوات والطقوس، لينا شكلنا، لينا هويتنا القبطية، لينا مذبحنا، لينا رفع بخور باكر بتاعتنا، ما نقدرش نغير الحاجات دي. ايه تاني؟ البتولية، وبعدين الرهبنة. مثلا حاجة تانية من الاختلافات العقائدية اللي بين الآخرين، إكرام القديسين. إحنا نكرم القديسين، ولو عندنا شهادة بتقول إن ده رفات أحد الآباء القديسين، لأ ممكن نقدم له تمجيد في الكنيسة. بنكرم ست العذراء مريم وليها صوم في الكنيسة. فالإشيو التالتة دي إشيو الهوية، ان طول ما انا قبطي دي ثوابت عندي. انا ما بجبركش، لو انت بقى سرياني بتحب البابا كرولس ولا ما بتحبوش، المهم انك انت مؤمن بالشفاعه زيه وخلاص. ما بقولكش انت كاثوليكي قديسه تريزا ولا سانت تريز ولا سانت ريتا، انت حر في قديسيك، ما انت ليك قديسيك في كنيستك، بس انت على الاقل متفق معايا في فكر ان في شفاعه وفي اكرام للقديسين، تعملوا لهم اعياد واحنا بنعمل لهم اعياد. احنا قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي؟ 6. الصلوات المحفوظة، الصلوات المحفوظة ده برضو اختلاف الأجبية. احنا نؤمن بان عندنا صلوات محفوظة، الروم الأرثوذكس عندهم صلوات محفوظة، الكاثوليك عندهم صلوات محفوظة، البروتستانت ما عندهمش خالص صلوات محفوظة. يعني احنا الفكرة نفسها متفقين معاها ككنايس، بس بصرف نظر الكتاب اللي بيصلوا بتاعنا اسمه ايه، الكتاب بتاعهم اسمه ايه. ففي حاجات فيها بعض الاختلافات دي، بقى اختلافات تحدد الهوية. احنا كأباط بنصلي المزامير، الروم الأرثوذكس في صلواتهم يصلوا صلاة يسوع ويصلوا المزامير احيانا في الاسبوع الاول في الصوم، وفي بعض المناسبات يصلوا مزامير زينا، لكن مش الصلاة الاساسية عندهم. لكن مش هي دي اللي هتعمل بيك فاص يعني، لا it is not. انا كده خلصت بسرعة مش كده؟ مش مهم بقى، اصل هم 12 13 14 15 يعني، انت واخده بالك يعني، يعني حاجات كتيره، بس انا مش يعني اللي بيجي في دماغي هو اللي بقوله. طب قولي اللي احنا قلناه ايه؟ الشفاعه، الاصوام، صلوات الطقوس، العباده يعني شكل الطقوس والعباده، البتوليه، الزواجه، الرهبنه، البتولية والرهبنة، الصلوات المحفوظة، حاجات بقى من اجتماع يعني. ممكن تكون في اختلافات تانية، مثلا زي مثلا البخور والزيوت، دي من صمام العبادة الأرثوذكسية في كنيستي، ان انا برفع بخور، ودي موجودة في الكتاب المقدس. يمكن طوائف تانية تقول لك ان البخور دي كانت ليها علاقة بالعبادات الوثنية، ان لما كانوا يذبحوا ذبائح، لما كانوا يذبحوا ذبائح فكانوا عاوزين بدل ال قولوا معايا عشان يضيعوا في جرس بيرن كل شويه موبايل برضو. انت طيب اوكي، طبعا مصر. نرجع تاني، كنت بقول لكم ايه ونسيت. البخور مثلا احنا نؤمن بان المسيح قال كده ان في زيت، زيت مسحة المرضى، ده مش لازم للخلاص، لان ممكن ما تعياش، ممكن ما تدهنش بيه في حياتك يعني، مادام بتتناول ماشي. ما بقولش انه لازم للخلاص زي المجموعة التانية، لكن يتحط في المجموعة التالتة، ان ابونا طول ما هو ماشي يقول الناس تقول له يا ابونا صللنا ومسحنا بزيت يا ابونا. احنا نؤمن امريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة ويدنوا بزيت، لان صلاة الايمان تشفي المريض. ما اقدرش احطه في الكاتيجوري الاولاني، ما اقدرش احطه في الكاتيجوري التاني، لكن احطه في الكاتيجوري التالت. مثلا سر الزيجة، اللي عاوز يكتب كمان قلنا لا كتبنا سر الزيجة، احنا مؤمنين ان في سر كنس للجواز وهكذا. يبقى دي مجموعة تالتة. انا بس كده بعمل لكم سكوبينج من فوق عن ايه هو الايمان المسيحي، ايه هو الايمان الارثوذكسي، ايه الامور اللازمة للخلاص، ايه الامور اللي بتحدد هوية كنيسة القبطية. التفاصيل كتير كتير كتير، لكن انتوا اخدتوا على قد اللي نقدر ناخده في مؤتمر في 40 دقيقة. اتفضل. الاعياد، الاعياد والاصوام، بس انا احنا عندنا دايما كل اعيادنا مرتبطه بالاصوام، فانا لما قلت الاصوام كنت اقصد وما يليها من اعياد. هم عندهم الاعياد بيحتفلوا بيها، بس برضو بطريقه مختلفه عننا شويه. لكن البروتستانت عندهم اعياد، بيؤمنوا بعيد يعني بيحتفلوا بعيد القيامه وبيحتفلوا بعيد الميلاد. يعني كل الغرب اللي في امريكا كلهم معظمهم بروتستانت،
عندهم عيد الميلاد وعندهم كريسمس اللي انتوا شايفينه ده، فهم بيحتفلوا ببعض الاعياد، بس احنا يمكن عندنا اعياد ليها طقس، اللي هي اعياد السيده الصغرى، اعياد السيده الكبرى، لينا بقى طقس، طقس فريحي، عندنا طقس شعانيني، عندنا طقس سنوي، عندنا وهكذا. مفيش حزيني، مفيش طقس حزيني، لكن هو اتفضلي. الأرثوذكس نوعين، أرثوذكس خلق دونيين وأرثوذكس غير خلق دونيين. بعد مجمع خلق دونية لما طردوا البابا ديسكورس وكان في مشكلة في الإيمان، المهم ما كانش في مشكلة حقيقية في الإيمان بيننا وبين الروم الأرثوذكس خالص، هو مع السنين ابتدى يبقى شوية في اختلافات، واختلافات كلها مقدور عليها بيني وبينكم، مقدور عليها. لكن الروم الأرثوذكس للأسف هم متعصبين أكتر مننا، يعني احنا مدينا ايدينا من أجل الوحدة معاهم، هم شايفين إن إحنا أطاخيين، وإحنا كنا بنتهمهم إن هم نصاطرة، بس هم مش نصاطرة. أنا مش عايز أخش في تفاصيل تزعجكم، خلونا كده من برة، من بعيد لبعيد. لكن خلاص تذكر إن إحنا عندنا الأسرة الأرثوذكسية متقسمة اتنين، أرثوذكس اللي هم الروم والرشن وفي شرق أوروبا، دول كلهم خلق دونيين، احنا والاحباش والسريان والارمن والاريتريين وبعض الهنود، لان الهنود فيهم ارثوذكس كده وفيهم ارثوذكس كده، مجموعه ايمان واحد. فانا ممكن اتناول عند الاريتريين والاريتريين ممكن يتناولوا عندي، انا ممكن اتناول عند الاحباش والاحباش ممكن يتناولوا عندي، بالرغم ان طقسهم مختلف عن طقسنا خالص في القداس، القداس بيبقى بالست ساعات ومختلف خالص في تقسيمه، لكن الذبيحه بتتحول لان في كهنوت، كهنوت الكنيسه بتاعتي تعترف بيه، وبالتالي احنا والارمن، خليكم معايا، احنا والارمن والسريان والاحباش والاريتريين وبعض الهنود الارثوذكس اللي هم السريان الارثوذكس، دول تبعنا. في ارثوذكس تبع كرسي بيزنطة، او يعني اللي هم الروم الكاثوليك، اسف الروم الارثوذكس. فاحنا لغايه دلوقتي ما فيش وحده ايمانيه تخلينا نتناول بين الكنيستين، لكن هم أقرب كنيسة للي دارس عقيدة صح لينا في العقيدة، بدليل ان احنا خدنا قرار في المجمع المقدس في مصر ان لو واحد من روم الأرثوذكس اللي جوه مصر اتجوز بنت أقباط أرثوذكس، we don't mind ان هم يتناولوا in both churches، لان في مصر حصل عهد ما بين بطرك اسكندرية للروم الأرثوذكس ومن بطرك اسكندرية لأقباط الأرثوذكس والبابا شنودة، ان احنا ايماننا ايمان واحد ونكتفي بمسحة الميرون للانضمام لأحد الكنيستين، بس لازم نعمل اجراءات الورقية. لكن احنا we don't mind بيني وبينكم، لان احنا عارفين وفاهمين عقيدة صح، لكن لما بروح في دولة تانية لا يعترفوا بينا لا نعترف بيهم، يعني مشكلة حساسيات نفسية شوي، لكن بصراحة الايمان واحد. لكن ربنا يوحد كنيسته، الموضوع محتاج يا جماعة اتضاع قوي، بس صدقوني صدقوني صدقوني، الله ينيح نفسه البابا شنودة أول واحد زار الفاتيكان بعد قطيعة قد إيه من أجل تجديد علاقات الوحدة. البابا شنودة أول واحد عمل اللجنة اللي كان فيها أبونا تدرس يعقوب والأنبا موسى والأنبا بشوي من أجل الحوار مع في سويسرا اللي عملناه مع الروم الأرثوذكس، وصلنا لاتفاقات حلوة قوي قوي. بس عندنا الروم الأرثوذكس غيرنا، احنا عندنا بطرك واحد لأقباط الأرثوذكس، هم عندهم 15 بطرك منهم مجموعة ممثلة بكرسي بتاعت جبل أسس، جبل أسس دول ما يطقوناش، شايفيننا هرطقة وشايفيننا أطخيين، وتعبير الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد ده تعبير معناه ان كنتوا دوبتوا اللاهوت في الناسوت والناسوت اتشفط في اللاهوت وانتوا أطخيين. يا جماعة احنا مش أطخيين، ده احنا حرمنا أطاخي. هم بقى عشان دماغهم ينهر أبيض أسوأ من الحجر اللي بيعملوا منه البزلات، حجر البزلت ده بتاع أسوان ولا بيسموه مش عارف الايه كده بتاع أسوان ده، يا خبر أبيض، لدرجة انك انت لو رحت دير سانت كاترين انتوا زينا أرثوذكس وحلوين، الكاهن ما يسلمش عليك، لو سلم عليك يبقى سلم على هرطوقي، يعني احنا هرطقة بالنسبة لهم. بس في منهم بتاع رومانيا وبتاع اسكندرية وواحد تالت الحقيقة بيقول لا لأقباط أرثوذكس، ولما البابا يعرفوا انه في الدولة دي يذكروا اسم البابا في قداسهم، which is يعني اعتراف بينا ككنيسة، لان لو بابا هرطوقي واللي وراها هرطقة
ومنهم واحد متعصب عايش في امريكا قوي بعت جواب للبابا تودروس يعني بيقول له ارجع وتوب وارجع للكنيسه يعني لغايه امتى هتفضلوا في ضلالتكم وامتى هتبقوا ارثوذكس بحق وحقيقي. ففي منهم طيارين، طيار متشدد جدا شايفنا اوطقيين، وطيار متفاهم عارف ان مفيش خلاف عقيدي اساسا، بقى الخلاف كله سياسه، السياسه دخلت الكنيسه خربتها. انا طولت عليكم، لكن في جود نيوز وفي باد نيوز. الجود نيوز انه you have the right to take a break for half an hour. الباد نيوز ان انا ممكن الغيه. عشان سمحت وشك انت وضحكتك اللي عجباني كده وداخله قلبي، زائد ان انا محتاج اروح اوضتي لاسباب فسيولوجيه. فانا هديكم البريك ده لمده نص ساعه. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. الساعة كم دلوقتي؟ 11:05، 11:30 هنبتدي، وده بقى الموضوع الروحي الأساسي، فمش عاوز أي دليل لو سمحت.